تنقل العين من الكتاب إلى الدفتر. رغم الجهد المضني فالهمة لم تفتر والعزيمة لم تتأثر. شارف الوقت على إعلان العجز والتعثر. تدخل الأم وهي في حال من الانشغال. هنا فرحة من القلب، فقد جاء من يدعم ويؤازر. لكن يا خيبة المسعى، فلم تنل غير مزيد من التوتر. خادمة نشيطة ومجتهدة تقترب. تحنو على البنت. لحظات لطيفة أنستها فيها عنف بعض الأهل والأقارب، ووهبتها قليلاً من الصبر والإنصات والمساعدة بدون نقد أو عتاب. وبعد تلك الحادثة تقبل الأم وهي تصرخ وتولول. تجادلها بعض الوقت فتزداد الأم غضباً كأنها أصيبت بالمس. عنف لفظي شرس. هذا العنف الذي لا يعالجه لا علماء الطب ولا النفس. تنهار البنت وتصاب بالانتكاس. فلا تكلف الأم نفسها عناء المساعدة، وتأمر الخادمة باصطحابها للمشفى، ولا تدرك أن طفلتها قد تصاب باليأس. مين منه ما تعنف وهو صغير؟ مين منه ما عنف أطفاله؟ العنف موجود، حتى دلالك حق عيالك يعتبر عنف، أهمالك لهم يعتبر عنف. لكن السؤال اللي وايد يكون مهم، هل العنف هاي لا أثر في صحة الطفل؟ هل لا أثر في نفسية الطفل؟ أسئلة كثيرة راح نجاوبها اليوم في حلقتنا من برنامج العيادة. لا تنسون أن أنتوا تواصلون معانا في حلقتنا اليوم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وأرقام التليفونات اللي موجودة. انزين، احنا قاعدين نتكلم عن العنف ضد الأطفال. نزلنا الشارع وسألناهم، بس قبل أن ننزل الشارع شفنا رأي المجتمع، وكان فيه إحصائيات سويناها على تويتر، وكان السؤال اللي مطروح: هل المجتمع فعلا واعي بمشكلة العنف ضد الأطفال؟ 70% من اللي كانوا من اللي شاركوا في الاستفتاء على تويتر قالوا لا. لكن هاي قاعد يعكس شريحة من المجتمع، لأن هالكلام هذه ناقض رأي الشارع. خلينا نشوف رأي الشارع في هالموضوع، وخلينا نشوف شنو الوعي اللي موجود عند طلبة جامعة قطر. معايير تعنيف الأطفال هي نوعين تقريباً في وجهة نظري أنا، اللي هي الجسدية والنفسية. أي سلوك موجه من الكبار باتجاه الطفل ويؤدي إلى أذى نفسي أو جسدي، يعني هذا يعني يمكن أن نعتبره يعني فعل معنف للطفل. معاقبة الأطفال بأي طريقة ممكن تكون، أما لفظياً بكلام يعني صعب، راح يأثر على الطفل من ناحية المشاعر، ما راح يستطيع تحمله، أو من ناحية التوبيخ وهو الضرب. يعني هذه هي أهم عامل. طبعا في عوامل وجوانب أخرى، الأصدقاء في المدرسة، المعلم أو المعلمة في المدرسة ممكن يأثر على الطالب. في تعنيف جسدي وفي تعنيف لفظي. التعنيف الجسدي عن طريق الضرب،
التسبب بأذى لجسم الطفل. التعنيف اللفظي كالسب أو الشتم أو انتقاص الطفل نفسه. هنالك تعنيف بالضرب أو بالحرق في بعض الأحيان، وهنالك أيضا تعنيف بحبسهم في مناطق منعزلة عن الآخرين. أي شيء بيخلي الطفل يحس بعدم الراحة أو أنه متضايق أو أنه عم يتم الاعتداء عليه، سواء بالكلام بالأفعال. الأطفال أكثرهم يتعنفون في المدارس وفي البيوت اللي مو موثوقة فيها، مثلا الأبو عنده غضب زيادة، أشياء مو متوازنة مع الزوجة، يأثرون على الأطفال بحالة سلبية. إذا الطفل تعلف نفسياً أوقات بيطلع على إنه انطوائي، وده بيخليه مثلاً ما يعرفش يتعامل في المدرسة في الجامعة إلى آخره. ممكن مثلاً يطلع كاره الأشخاص اللي بيعنفوه زي أبوه وأمه. الطفل لما يكبر راح يكون غالباً انطوائي، راح يكون يجرب أشياء كلها الواحدة، ما راح تكون عنده خبرة الدنيا، لأنه راح يكون يعتبر الكبار يمكن كلهم أعداءه، ما راح يعتبر أحد صديقه كبير، وصعب إنه يوثق في أي حد مستقبلا. الطفل يشعر بالرغبة في الانعزال، رغبة في الجلوس يعني لوحده، لا يستطيع أن يتخذ قرارات، أن يتواصل اجتماعيا بشكل مناسب. ممكن الطفل يتأثر من أكثر من ناحية، يمكن يكون إنسان طوائي، إنسان لا يستطيع تحمل المسؤولية، إنسان لا يستطيع اتخاذ قرار صحيح في حياته. ممكن يخليه مهزوز شخصية، بيخليه انطوائي عن الناس، بيخليه حتى شخص كتير مهاجم للحوالي مع رفقاته مع أخواته. هذا التعنيف يعكس حتى من أولاً شيء أخلاقي ممكن يأثر فيه، أيضاً صحي، ضرر جسدي، ضرر نفسي. يتغير نظريته على العالم، ويتكون عالمه كله سيء، و ما يحب يتجمع مع الناس. لما تنمو شخصيته ممكن يكون شخصيته ضعيفة، إذا كان له قابلية إنه يكون شخصيته قيادية، طبعاً هاي القابلية جداً رح تخف. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج العيادة. حلقة اليوم مثل ما أنتم عارفين راح نتكلم فيها عن العنف ضد الأطفال، أشكاله وأنواعه وشنو تأثيراته الجسدية والنفسية. ضيوفنا اليوم معنا الدكتور خالد بن حمد الأنصاري، استشاري أول طب الأطفال ورئيس أقسام طب الأطفال في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، ورئيس مركز حماية الطفل في سدرة. حياك الله يا أبو محمد، نورتنا. والأستاذ منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز أمان. حياك الله أخوي منصور. الله يحييك. شرفتونا وسعيد جدا، وأشكركم على قبولكم الدعوة لمشاركتنا ولنشر الوعي والرسالة اللي احنا نبي نبعثها لمجتمعاتنا العربية بشكل عام، مجتمعنا القطري بشكل خاص. منصور اسمح لي بس ببتدي معاك، يمكن شفت التضارب ما بين الوعي اللي موجود في فئة أو فئة الناس اللي شاركوا على تويتر، أن يقولون ما في وعي، 70% يعتقدون ما في وعي، وفئة خلينا نقول الشباب أو الجيل الشاب طلبة الجامعات اللي قاعد أشوف أنهم لا، يعني اللي أنا شفته أنهم فعلا عارفين إيش العنف، يتكلمون عن العنف. شنو سبب التضارب هاي في نظرك؟ يعني أنا أعتقد أن البيئة اللي صار فيها أو أخذ فيها الرأي العام كانت ما شاء الله بيئة طلاب جامعيين، وأعتقد أن جزء منهم أخصائيين اجتماعيين يمكن يعني عارفين هالمجال، لكن للأسف الشارع العام يعني عنده قلة وعي كبيرة في مسألة العنف الأسري ومسألة العنف، أو عارفين ومش مقتنعين بحجم المشكلة، فأعتقد هذا هو الثقافة. نعم أبو محمد. يا مرحبا. أنا ترى يوم كنت أعد الحلقة فكنت أخذ رأي بعض المقربين مني، يعني أنا دائما مواضيع الحلقات أحاول أشرك فيها الناس اللي حوالي، فيوم قلت لهم العنف ضد الأطفال في بعضهم قالوا يا أخي إيش دخل العنف ضد الأطفال في الطب؟ نعم. أنتم ما لكم خص. نعم. أنت شنو ردك عليهم؟ طبعا العنف ضد الأطفال في أنواع مختلفة، في العنف الجسدي، وعادة العنف الجسدي
يتم التشخيص عن طريق الطبيب، لأن في أسباب مختلفة كثير ممكن تؤدي إلى كدمات أو ضربات أو كسور أو 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 عند الأطفال. فيأتي رأي الطب إذا كانت هذه الكدمات أو هذه الكسور أو هذه العلامات هل هي متوافقة مع الحوادث نفسها، ولا هل هي مؤشرات إلى 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 child abuse اللي هي العنف ضد الأطفال. نفس الشيء العنف الجنسي يتطلب فحص طبي، نفس الشيء العنف النفسي، كثير من العنف النفسي الأعراض تكون أعراض عضوية عند المريض. كثير من هؤلاء الأطفال يتعرض الطفل لعنف نفسي مرارا وتكرارا إلى أن يبتدي الطفل يشتكي من وجع في البطن، يبتدي الطفل يشتكي من انطواء، يبتدي الطفل يشتكي من أمراض نفسية. فهذه دائما يتم تشخيصها عن طريق راح نتكلم في هالموضوع أكثر، بس أنا دائما في البداية أسوي برزنتيشن بسيط وراح أشارككم طبعا يعني توقع مني أسئلة وأنا موجود على الفيديو. طيب أول شيء احنا لما نتكلم، اذا بنتكلم عن عنف ضد الاطفال لازم اول شيء نعرف شنو تعريف الطفل. الطفل هو اي شخص لم يتجاوز سن 18، هاي اللي هو التعريف العالمي، ويختلف السن من دوله الى دوله. يعني مثلا احنا هنا في قطر تهيالي دكتور خالد 18، صحيح؟ نعم. انزين شنو العنف ضد الاطفال؟ العنف ضد الاطفال كتعريف هو اي فعل او عدم فعل، يعني مش ان انت دائما تسوي شيء، حتى لو امتنعت عن هذا الشيء عن عمل شيء ممكن يعرض حياه او سلامه الطفل وصحته للخطر، يعتبر عنف ضد الاطفال. اذا بنتكلم في انواع العنف، الانواع الاكثر شيوعا هو العنف المنزلي اللي يمارس في اطار البيت وفي اطار الاسره، والعنف المدرسي اللي يصير في المدارس وقد يكون نتيجه ممارسات تربوية نعتقد أو يعتقدون الناس أن هي صحيحة لكن هي قد تكون خاطئة، وفي أنواع أخرى راح نتكلم فيها أيضا مع ضيوفي في الحلقة. إذا بنتكلم عن أشكال العنف، أشكال العنف فيه مثل ما قال الدكتور خالد قبل شوي أن فيه إيذاء جسدي مثل رفس العض صف الخدش حتى الضرب بالعقال، يعني الأشياء اللي احنا نشوفها دائما بشكل تقريبا شبه يومي. وفي الإيذاء النفسي، انك تحرج طفل قدام ربعه او قدام الناس ترى هاي إيذاء. لما انت تعطيه لقب، واللقب هاي يصير ملزوق فيه يمكن لين ما يكبر، هاي إيذاء نفسي ترى، وهاي عنف ضد الأطفال. والنوع الثالث من انواع الإيذاء اللي هو الإيذاء اللفظي، انك تشتم وانك تسب الطفل قدام أقرانه وحتى قدام الناس، أيضا هذا يعتبر شكل من أشكال العنف. حلو، شنو العوامل اللي تؤدي إلى العنف ضد الأطفال؟ هناك في عوامل اجتماعية مثل التفكك الأسري، انفصال الأم عن الأب، هناك عوامل نفسية ترجع لعدم ضبط نفس أولياء الأمور، عندنا أيضا العوامل الثقافية، انخفاض المستوى التعليمي والمستوى الثقافي. أنا ما بتكلم وبقول للأباء، لأن العنف ممكن أيضا يصدر من ناس في محيط الأسرة أو ناس أيضا ما لهم علاقة بالأسرة، مثل المدرس، حتى الطبيب ممكن أحيانا يمارس نوع من العنف من غير ما يشعر. العامل الاقتصادي، الفقر والبطالة أحد الأسباب اللي تخلي انتشار أو تفشي لهالظاهرة. إذا بنتكلم عن العنف في العالم، العنف يأثر على 1.7 مليار طفل في العالم، على حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن 3 من كل 4 أطفال يتعرضون للعنف كل عام، 8% من الناتج المحلي لبعض الدول تنفق كل عام على إصلاح أضرار العنف ضد الأطفال. العنف في قطر، أو خلينا نتكلم العنف أول شيء في الدول العربية، المجتمعات العربية يمكن إحنا نشوف الظاهرة فيها أكثر، لأن إحنا بطبيعة مجتمعاتنا العربية مجتمعات خلينا نقول صغيرة. يعني في الدول الأوروبية والدول الأجنبية المجتمعات عندهم الأعمار متوسط الأعمار فيها جدا عالي، فنشوف أغلبية اللي فيها ناس كبار، احنا مجتمعات شابة، ف
فقد يكون هاي احد الاسباب. ضرب الاطفال غير مجرم في الدول العربيه باستثناء تونس، واذا بنتكلم في قطر احنا عندنا طفل من بين 1000 طفل معنف. منصور تعليقك على العدد، انا بتكلم عن قطر تحديدا، وخاصه ان الاحصائيات احنا ماخذينها من مركز امان اللي هو يمكن اكثر مركز المعني بهالامور هذه واللي هو اللي عنده الاحصائيات. احنا بس نوضح اول شيء ان ظاهره العنف في موجوده في العالم كله، وقطر هي جزء من هالعالم. صحيح ان العنف مش ظاهره في دوله قطر لكنه موجود. فللعلم عدد الاطفال في دوله قطر يصل الى 400,000 طفل من كل الجنسيات، من عمر يوم الى 17 سنه والى اقل من 18 سنه. من 400,000 طفل يصل او يبلغ عن، ما اقول عنف، يمكن يكون عن انه معرض للعنف حوالي 1,000 حاله في السنه. فلما تقول واحد من كل 1,000 طفل معرض للعنف، يعني تتكلم عن 1,000 من 400,000، وهذه احصائيه بالمقارنه بالاحصائيات في الدول العربيه او الدول، فاحصائيه يعني مش مبالغ فيه، يعني معقوله يعني هو كنسبه وتناسب، لكنه موجود. انا تهيالي احنا خلني به بطريقه ثانيه، الظاهره موجوده عندنا، موجوده ولكن موجودة ليس ظاهره، اي موجوده مش ظاهره، لكن نسبتها جدا قليله، واقع. نعم، ولما يصير في اهتمام منكم ومن الدوله ومن الاطباء، مش عشان ان الظاهره منتشره، بالعكس على اساس انها ما تتفاقم. احنا دائما لما تكون في ظواهر واحنا نغض النظر عنها تتفاقم لما ما يكون في تمام. مثل المرض انت لما تجيله في بدايته سهل انك تسيطر عليه وانك تعالجه، يمكن بعلاجات بسيطه دكتور خالد، لكن لكن لما يتفشى يصير علاجه صعب. فاعتقد هذه احد الخطوات اللي احنا الدوله يمكن ادركتها وأنشأت مركز أمان وأيضا مركز حماية الطفل في سدرة للطب. دكتور شنو، ليش إحنا وايد خلينا نقول ليش في اهتمام من الأطباء ومن الدولة بمعالجة هالشيء هاي، أو خلينا نقول إن إحنا قاعدين نوعي وقاعدين نسلط الضوء بشكل أكثر، يمكن في الفترة يعني يمكن قبل إحنا ما كنا ننظر لها ان هي فعلا، احنا كلنا واحنا صغار انضربنا وكلنا تعنفنا وكلنا، فشنو سبب صار ان في اهتمام بهالشيء؟ اعتقد واحد من الاسباب المهمه جدا المشكله هذه، يعني تسبب مشكله عند فئه عمريه يعني معينه اللي هم الاطفال. طبعا هؤلاء الاطفال هم اللي بيكبرون بكره، هم اللي بيمسكون المناصب في الدولة، هم اللي بيقومون بهالأمة هذه، هم اللي بيقومون بالدولة. فيعني هي جزء، يعني العينة هذه اللي هم الأطفال، مشكلة العنف فيهم تؤدي إلى آثار جانبية وآثار سلبية كبيرة جدا عند الطفل، قد تؤدي إلى أهلية الطفل إنه يكون شخص بالغ وشخص كبير سوي، وقد تؤدي بعد إلى أمراض نفسية، وقد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية، وقد تؤدي إلى يعني كثير من الأطفال اللي يعنفون يكونون أكثر عرضة لتعنيف أبنائهم. الأطفال المعنفين يكونون أكثر عرضة لتعاطي السموم والمخدرات وكذا. فالطفل ما يكون سوي، ما يكون طفل طبيعي، يكون معرض ونفسيته ما تكون نفسية مستقرة، فيكون معرض لمشاكل كثيرة. منصور شنو هي انواع العنف ضد الاطفال؟ احنا تكلمنا يمكن قلت لك العنف الاسري وقلت هاي، بس لو نوضح اكثر. بوضح لك، بس احب ازيد على اللي قال الدكتور، ان احنا نقول دائما العنف هو يعني يعيق التنميه، لان مثل ما قال الدكتور يعني اطفال اليوم احنا نقول هم رجال القد، فاذا ما بنوا صح وما تكونت شخصيتهم صح راح ما يكون لهم الانتاج المطلوب. غير كذا مثل ما قال الدكتور، يعني الطفل هو الضحية الصامتة اللي صعب يعبر عن العنف اللي وقع عليه، فبالتالي الاهتمام بالعنف ضد الطفل هو يمكن من أهم أولوياتنا. الأنواع قلت لي العنف كثيرة، أو الأسباب سألتني أنواع. أي نعم، إحنا يمكن ذكرتوا أنتوا العنف المنزلي، هم تصنيفين رئيسيين،
يعني التصنيف اللي ذكرته هو تصنيف باتيان الفعل وفي تصنيف بالامتناع عن الفعل. اللي باتيان الفعل مثل ما ذكر الدكتور اما عنف لفظي جسدي ومثل ما ذكرته او حتى نفسي او حتى تحرش عنف جنسي. لكن في نوع من العنف اللي هو العنف بالامتناع يعني بدون اتيان الفعل، وهذا يكون بالاهمال او بالتجاهل والاحتقار للطفل، ممكن يكون بالاهمال الصحي، يعني انتك ما توفر له حتى ابسط اولوياته وحقوقه الصحيه مثل تطعيم، هاي نوع من انواع العنف. ما وفرت له اهمال خلينا نقول في التعليم، ما وفرت له، ما تابعت دروسه، حتى يمكن عدم الاهتمام بنظافه الطفل وترتيبه، هاي بعد يعتبر اهمال. هذا اهمال صحيح، هذا نوع من انواع. نعم. في الان بعد توجه يعني او مفهوم جديد يسمونه العنف الناعم اللي احنا ما نشعر فيه، يعني احنا الان مثلا نسمع مصطلح والله جهال مثلا، ياهل ياهل، يعني هذا لا تاخذ عليه، هذا جاهل مثلا، انت تعنفه بدون ما تقصد او تسقر من قيمته او والله هذول بزران ما يفهمون، فهي هاي سموه العنف الناعم لان اول انت يمكن ما تقصده، ولكن انت يعني انت لو قلت حق كبير مثلا حمود او عبود يقول لك انا مو باصغر عيالك مثلا، لكن لما تقول الياهل المفروض لازم يتقبله، وهي مش صح. غير كذا انت عندك مثلا العنف بعد اللي بدا هالايام يبين اكثر، العنف الالكتروني، العنف اللي انك توفر له، ويمكن قبل العنف الالكتروني عفوا اقول لك مثلا التدليل الزائد، انت تعطيه سياره وهو مش في سن مؤهل للسيارة، تعطيه مال بزيادة، تعطيه سلاح، هذا كله من أنواع العنف. العنف الإلكتروني إنك توفر له مثلاً ألعاب عنيفة، توفر له مجالات للدخول على مواقع بدون رقابة. نعم. نعم بدون حتى رقابة. وسائل الإعلام يتهيأ لي يعني أنا بدون رقابة. نعم هذا إهمال، وإحنا هذه نوع من أنواع. وإحنا يمكن نعم. نشوف إن مثلا خلينا نتكلم مثلا الافلام العنيفه اللي فيها حروب وفيها هاي، يعني احنا نشوف انه برا اصلا المفروض الفيلم حاطين له ايج ريستريكشن او نعم. عمر نعم. وفي جايدنس يعني في النهايه والله ما يصلح حق اقل من 13، ما يصلح حق اقل من 15. لكن حتى لما اشوف يعني لما مثلا فيلم حرب يقول لي والله اقل من 13 ما زال طفل نعم. فدور وسائل الاعلام ايضا يتهيأ لي مهم في هالشيء. بنطلع فاصل وبعدين برجع مع دكتور خالد على أساس نتكلم أكثر في الأمور الطبية وعنف الأطفال. نطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، يمكن شفنا مقطع الفيديو الجميل من مركز أمان، وفعلا بعض الكلمات تسبب كدمات، ويمكن مو بكدمات يمكن كسور. فعلا الكلام يعني ممكن يأثر في الطفل أكثر من أي فعل جسدي، يعني وترى حتى في الكبار أنت أحيانا ممكن تعطي واحد كلمتين، وقع الكلمتين هذيلا عليه أكثر من أنك والله انك تعنفه جسديا. فكيف دكتور خالد شلون نقدر نقول ان او نبين الاذى، خلينا نقول شنو العلامات النفسيه اللي انتم تشوفونها؟ يعني انا متاكد ان انتم في طور احنا بنتكلم عن العلامات الجسديه، لكن العلامات النفسيه اللي انتم كاطباء في طور الاطفال، يمكن انتم
اكثر ناس تستقبلون هالحالات هاي كونكم لان انت لان اكيد ما بيجيبون اهله انه لانه طرا عليه شيء حاد. نعم. شلون انت نفسيا تقدر تعرف او شلون تقدر خلينا نقول شلون العلامات اللي موجوده اللي ممكن تبين ان الطفل هاي متاذي نفسيا؟ نعم. من ناحيه طبيه طبعا العلامات النفسيه اذا ظهرت يكون الطفل متعرض لعنف نفسي فتره طويله ويعني كان فتره طويله وعاده اكثر من شخص وكان هذا يعني في فتره طويله ادت الى التغيرات هذه عند الطفل. يكونون عاده الاطفال منزويين ما يحبون الاختلاط خصوصا بالاشخاص اللي يسببون لهم العنف. الطفل نظرته لنفسه نظرته دائما دونيه تكون يكون الطفل ما يعني ما يعرف ايش قوه ايش نقاط القوه عنده دائما ينظر الى نقاط الضعف عنده. دائما الطفل يشوف نفسه انه شخص فاشل. دائما الطفل عاده الاطفال هؤلاء يبتدون يشتكون من اعراض عضويه وجع في البطن او وجع في الرجل او اوجاع على اساس انه يحاولون يستعطفون الاهل ان انا عندي مشكله فعلى اساس انه يحاولون يستقطبون الحنان او يحاولون يحصلون على حنان اكثر. يكونون الاطفال تظهر فيهم علامات نفسيه علامات اكتئاب علامات يعني عدم اندماج في المجتمع. ممكن الاطفال يبتدون يروحون في الناحية الثانية أن الطفل يكون أجريسيف أن الطفل يكون متنمر نعم يبتدي يعمل مشاكل يبتدي يكسر في البيت يبتدي فهمني فيكون يكون ردة فعل عكسية طبعا الطفل. حتى ينعكس على أداء الدراسي وتحصيل الدراسي لا شك برجع أكمل معاكم. خلنا نأخذ اتصال من الدوحة. عمران مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا ومرحبا. يا مرحبا يا دكتور. يا هلا ومرحبا اخوي عمران تفضل. والله انا سمعت الاخوان وسمعتك انت تتكلم يعني بخصوص تعنف الاطفال وهذا وان الطفل يعني لازم ما ينضرب. لا ينضرب الطفل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نضرب الطفل اذا كان ما طاع. قال آمروهم في سبع واضربوهم في عشر ما قال دلعوهم في عشر قال واضربوهم في عشر يعني والأدب رحمة للوالدين يطيعون شور الوالدين. أما أني أهم له وخلي مثل الأولاد هاي اللي يدلعون وأخرت اللي كبر ظهر فاسد اللي قص شعره مش عارف كيف ولا ما يطيع شور والديه ولا ما يطيع حتى ما المجتمع. فهذا يعني من 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 التفاهة احنا نشوفه ولكن الأدب له الأدب مصنع للطفل عشان اللي كان اللي كبر يخلي رجل. انا اسال اللي جنبك الاخوان بارك الله فيهم هل والديهم ما أدبوهم؟ لا أدبوهم والأدب رحمة واحنا اهلنا أدبونا ولو ما أدبونا ما تكلمنا الكلام هذا. ما في واحد إلا لازم يؤدب لازم الأبو يعلم الولد هذا صح وهذا غلط. إن سمع كلامه في الصح فخيرا له وإن عصاه قال العصا لمن عصى. وإحنا نبغي مش يعني من الأخوان يدرجون لنا كلام طيب لا نبي يدرجون لنا الكلام الطيب مع الكلام المفيد. نعم أكيد اللي ينفع الطفل وينفع الوالدين. نعم أخوي عمران نعم. أول شيء الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام علموهم الصلاة السبع وضربوهم العشر هو كان يعني كان عن الصلاة إيه بس عن الصلاة لا 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 بس قال اضربوهم إيه؟ يعني الضرب وارد يعني أنت لا تفرق عن الكلمة يعني الضرب وارد يعني قال واضربوهم الضرب وارد لأهمية الصلاة. أيوة. ما في حديث أنا إيش أكلم ما في حديث ثاني يأمر بالضرب غير هذا حديث قال واضربوهم يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حديث. أخوي عمران أخوي عمران خليك معي على الخط. أخوي منصور عنده مداخلة يبي يرد عليك. يتفضل طبعا احنا ما راح ندخل في التفسير اكيد الديني احنا يمكن مش اهل كثير في المجال لكن احنا اللي فهمونا ان الفرق بين وقت الامر وعمره سبع الى وقت الضرب وعمره عشر ثلاث سنوات. في الثلاث سنوات انت تحاول فيها بجميع الوسائل والبدائل العقابية. اذا ما نفهم معك في الثلاث سنوات
وانت تحاول معاه بدون ضرب ديك الساعة تبدأ تضرب. لذلك في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا. نعم يعني احنا نقول مثل ما قالوا أبهاتنا انت اضربه وبيكبر وينسى. مننا نسى ان نضرب؟ احنا ما ننسى الضرب. الآن طبعا احنا لازم نعرف ان العنف هو مش سلوك بالوراثة يعني احنا توارثناه. هو العنف صح يولد عنف، لا يعني انت ولدك يصير عنيف مثلك بس ما نولد عنيف. البيئة نعم البيئة البيئة هي اللي نعم. القصة وما فيها ان انت اذا حاول بالبدائل العقاب يعني غير العقاب الجسدي، اذا شفت خلاص يعني انتهت منك جميع الامور ذيك الساعة انت تبدأ بالضرب الغير مبرح الضرب البسيط. بس في بدائل اخرى. الان في ذاك الوقت كانت البيئة مختلفة، واحنا مع اللي قاله اخوي عمران احنا مع ان لازم تأدب ولدك، بس اليوم في بدائل كثيره للتأديب مش كلها عنف جسدي. انزين اخوي عمران بس ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. انزين لو عندك واحد من العيال ضربته والضربه هاي سببت له عاهه مستديمه في وجهه او سببت له لا سمح الله مشكلة أنه هو يتأتأ في الكلام أو سببت له كسر في رجله، هني أنت بتكون راضي؟ ضميرك ما بيأنبك؟ أنا ما هاي السؤال. أنا بارك الله فيك ما أقول أخذ الحطبة وكسره، أنا أقول أدبه. أيوة أنا ما أقول أخذ أنا ما أقول أخذ حطبة هاي خشنة وكسر عظامه. يعني الأول شيبان نحن إذا ودونا المدرسة يقولون حق المدرس اللحم لك والعظم لنا. أيوة. احنا ما نقول اللحم لك والعظم لنا، احنا نقول الادب رحمه. ايوه يعني نعم الادب اكيد الادب شيء اكيد. دكتور خالد عندك مداخله؟ نعم تفضل دكتور خالد. الاخ عمران ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتقد ان في حديث او شيء من القران او دليل او شيء من السيره تحث على ضرب الاطفال إلا هذا الحديث ولأهمية الصلاة وذلك لأهمية الصلاة. لا بارك الله فيك. ورد الضرب في القرآن ورد بارك الله فيك للأطفال. للأطفال لا مش نعم. للأطفال، لكن أنا كلمة الضرب يعني كلمة الضرب نعم. وردت في القرآن نعم. أنت قلت ما وردت في القرآن. لا الله يسلمك أنا أقول كلمة الضرب وردت في القرآن، ولكن يعني العلماء قالوا ولو بقضيب من أراك نعم. يعني حسنوا في الكلام. الله يسلمك أنا. شكرا أخوي عمران، وتابعنا على أساس أنك تفهم أكثر شنو المسج أو الرسالة اللي إحنا بنوصلها. نعم كمل دكتور خالد. نعم يعني الضرب للأطفال ما ورد إلا في هذا الحديث لأهمية الصلاة. ولو ورد الضرب في نواحي أخرى أو في أماكن أخرى الضرب يكون ضرب غير مبرح، ودائما الضرب آخر وسيلة يلجأ لها الشخص. طبعا كلام الأخ عمران صحيح، احنا احيانا نلجأ لأبنائنا نكلمهم نقول لهم يعني نصر عليهم ان ما يسوون شيء او يسوون شيء وما يعني بالكلام ما يمشي الوضع، فأحيانا يمكن نلجأ إلى الضرب ولكن ضرب غير مبرح، ضرب على اليد شيء إنه ينبه الطفل أن هذا غلط. إيه اتخذنا نعم مو بأنك تضربه على وجهه ممكن نعم كيف ممكن يخليه نعم تأتأ يعني نعم. في حادثة عفوا اسمح لي دكتور قاضيتك، أنه في أحد الدول العربية الأب ربط ولده بحبل فسبب له قرقرينة اضطرت إلى بتر يده، مع أنه كان مجرد هو رابطه بحبل يعاقبه. ما أنا منصور هاي اللي قاعد أتكلم فيه، يعني أنا لو لجأت للضرب ولا سمح الله فعلا كسرت له يد أو سببت له عاهة مستديمة أو مثلا ضربته بكف وصارت خرق في طبلة الإذن ولا قام يتأتأ، زين أنا بعدين يعني أنا كأب من داخل شلون بتعايش مع الموضوع؟ لأن كل ما بتشوف الطفل كل ما بتشوف العاهة اللي أنا سويتها حتى انا نفسيا بتعب. يمكن هاي من الموضوع اعتقد اعتقد ان هذه نقطه ان احنا انضربنا وما صار شيء، يعني هل صحيح الشخص اللي انضرب ما كان اثر هذا الشيء في نفسيته، وهل الشخص اللي انضرب وصار زين ما كان ممكن يصير احسن يعني بدون هذا الضرب والتبريح والتعنيف؟ انا دائما اقول يعني يمكن احنا من الجيل اللي
نشأنا على الضرب يعني. نعم. في المدارس ويمكن الوالد الوالد الله يحفظه ويطول في عمره يمكن إنسان تربوي. نعم. وحتى الشيخ عبد الله رحمة الله عليه يعني تربويين من الأساس وأكيد كانوا يستخدمون الضرب الغير مبرح إنزين للأطفال. لكن أنا خلنا نتكلم بواقعية، من منا ما يتذكر أول كف لقاه على وجهه؟ أنا لين يومك أنا أذكر أول كف حصلته كأنه أم صاير. مش بس لو ما كان مأثر في نفسيتي ما راح أتذكره، صح ولا غلط منصور؟ إحنا المدرس الله يسلمك اللي كان يضربنا كنا لما نوصل إلى صف سادس ومثلاً أخوي في صف أول أقول له لا تروح عند هالمدرس لأنه يضرب، ترى ضربني يوم كنت أنا في عمرك. أي شفت شلون؟ أنت شوف من يقول إحنا تكبر وتنسى، أنت عمرك ما تنسى. إحنا مع أن الولد يتربى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خشوا شنو؟ إن مع أن الولد يكون يعني رجل وعنده مهارات الدفاع عن النفس وخشن في التعامل مش ناعم مع هالشيء، بس مش مع أنه يكون عدائي وتعود على الضرب. ايه الرجولة. نعم. الرجولة ما بتي بالضرب. نعم. بالضرب. لا احنا نقول انت عذر، نقول والله هذا ولا دمه حار. دمه حار مش معناته انه عنيف، دمه حار يمكن في نوع من الغضب، لا والله هذا بالوراثة. بالعكس صحيح. الشخص اللي ينضرب يتعود على الإهانة اكثر. نعم. نفسيا يتم عنده طبعا. وبعدين مو بشرط انا عشان انضربت اني بضرب ولدي. صحيح. يعني اقول لك احنا صح يمكن عانينا من الضرب، بس الحين احنا شوي ما نقدر نسوي في عيان اللي صارفين. دكتور خالد، هل في فئه معينه من الاطفال معرضين اكثر من غيرهم للعنف؟ نعم. او نشوف العنف تجاههم اكثر من غيرهم؟ نعم، دائما الاطفال كل ما كان الطفل اصغر كان معرض للعنف اكثر، كل ما كان الطفل ما يقدر يبلغ عن العنف اللي صار له. طبعا الاطفال اللي اقل من سنتين هم اكبر فئه عرضه للعنف. الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يكون عندهم عاهات أو يكون عندهم مشاكل دائما أكثر عرضة للعنف، بحكم أن الطفل يتطلب خدمة زايدة عن الأطفال الباقيين، فيكون في الأب أو الأم اللي يكون خلقهم ضيق أو يكون عندهم مشاكل ثانية أو كذا يفرغونها في الطفل نفسه. الأطفال اللي يكونون منزويين أكثر أو ساكتين أو ما مش من النوع اللي متداخلين في المجتمع أو يتكلمون أو كذا أكثر عرضة للعنف دائما، العنف السكشوال اللي هو العنف الجنسي. إنزين الأطفال في اللي إحنا اللي هو ADH. نعم. أنا ما أعرف إنه بالعربي ADH اللي هم اللي عندهم فرط النشاط الحركي. نعم. هل هذيل بعد معرضين جداً. أكثر؟ نعم جدا. الأطفال جميع الأطفال اللي يكون عندهم الفراط الحركي، عدم التركيز، الأطفال الأوتستيك، الأطفال اللي يكون عندهم توحد، طبعاً هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء الأطفال كلهم أكثر عرضة. نعم. في عندنا اتصال. نعم. أخذ فاطمة نأخذها ونقول ألو، مساك الله بالخير أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا هلا أختي، تفضلي. مشكورين على البرنامج المتميز. الله يطول عمرك، شكراً. ممكن اختي فاطمة ممكن بس تقصرين على صوت التلفزيون، تسمعيننا من التليفون لو سمحتي عشان صدى الصوت بس. ايه اروح شوي بعيد. ايه اكون شوي بعيد. اوكي تفضلي. بس مداخلتي بخصوص بالنسبة للتعقيب على الكلام اللي ذكر قبل بخصوص الضرب، يعني على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد لا حديث قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، يعني حتى على الرفق. وبالعكس رب جيل يعني رب جيل رمز للبطولة والرجولة وهم الصحابة من غير، وكان في بينهم فتية حسن وحسين وكله كان بالتودد وبالتلطف وبالود والإحسان، يعني مو بالضرب. ومع ذلك كانوا رجال وكانوا فرسان وقادوا جيش وبنوا أمة، يعني مو الضرب هو اللي ربي، بس الرجوع للكتاب والسنة هي لحد ذاتها تربية. نعم. وابتعادنا عن التربية الإسلامية هو لحد ذاتها عنف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا أختي فاطمة، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل.
رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأرجع بعد الفاصل بسؤال دايركت حق دكتور خالد. دكتور خالد، أنا ما أبي معلومة حق الأطباء الثانيين، ما بسألك شلون تشخصون أو شلون تشكون أن الطفل هاي تعرض معنف لعنف جسدي. شلون الأهل ممكن يعرفون أن طفلهم تعرض لعنف جسدي، وخاصة أن ممكن العنف هاي ما يجي من الأهل، ممكن يجي من الناس المحيطين بالطفل، الناس اللي عايشين معاه في بيئته. خلينا نقول شنو هي العلامات أو الضربات أو الأشياء اللي ممكن تكون ظاهرة على الطفل تخلي الأهل يشكون أنها يكون تعرض لإيذاء جسدي، وشنو أيضاً أنتو كأطباء لما تجيكم حالة في الطوارئ، طوارئ الأطفال، متى تعتقدون أن هاي ممكن يكون عنف جسدي؟ شنو الأشياء الشائعة؟ نعم، الكدمات المتكررة عند الطفل، الكسور المتكررة، إذا كان الطفل، طبعاً الطفل في فترة، خصوصاً في أول 5 سنوات، في فترة نمو، العظم ينمو يكبر والجسم نفسه يكبر، الطفل تحكمه في حركاته في مشيه ما يكون مثل الشخص البالغ الكبير، فيكون عرضة للوقوع أنه يطيح، فالكدمات وكذا ممكن تظهر. بس الكدمات بشكل لافت للنظر كثير، الحروق في الجسم عموماً تدل على 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 إهمال أو هل في كسور معينة؟ نعم، ما تكون شائعة في الأطفال تخليكم تشكون؟ نعم، في كسور معينة وجودها يعني أن في عنف للأطفال، عنف جسدي، كسور الأضلاع، أضلاع الصدر، كسور في الجمجمة بدون وقوع حادث أو بدون وقوع حادث. طبعا الجمجمة ما تنكسر إلا إذا كان في حادث كبير، والحادث عادة يكون أطول من الطفل نفسه للجمجمة أنها تنكسر. وجود بعض الكسور اللي ما تمشي مع مرحلة نمو الطفل، يعني الطفل إذا كان عمره مثلا عظمة الفخذ، نعم، طفل عمره 6 شهور مثلا عظمة الفخذ مكسورة، هذا مش طبيعي، أو عموما عظمة الفخذ هذا يعني تحتاج تروما، يعني تروما شديدة أنها تكسرها. عظمة الترقوة جدا نادرا انها تنكسر الا الاطفال اللي يكون عندهم ابيوز. كسور في اطراف العظام نفسها نسميها باكل انجري، اللي هي في اطراف العظام هذه تكون بعد على يعني علاماتها مميزه للتعنيف الاطفال. انتم دوركم كاطباء ان انتم تشوفون في اطفال ممكن يجيك ويقول لك ان انا فلان ضربني، لكن منصور انت قلت لي ان صعبه او ان انت اللي تشوفون اللي شفتوه مركز امان ان الاطفال ما يبلغون، هو او ما يقول اللي يصير في الطوارئ عند مثلا سدره او اكثر من المستشفى انهم يشكون في الحاله فيحولونها للمركز حتى احنا نبحثها من ناحيه اجتماعيه ونفسيه. طبعا الواضح الغالب ان المعتدي او المعنف هو من محيط الأسرة، يعني غالبا هو يعني عفوا في الكلمة هو ذئب بشري أو إنسان غير سوي لكن موجود في محيط الأسرة. الطفل ما يبي يبلغ عنه لسببين، إما خوفا منه أو حبا فيه والثانية هي أكثر مشكلة، إنه قابل إنه يعتدي عليه ويكرر تحرشه فيه مثلا، ولأنه يحبه ما يبي يبلغ عنه. هني يجي دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي، ومن أكثر من جلسة يحاول يكتشف حتى لو من طريقة الرسم من هو بالضبط المعنف وكيف صار التعنيف. الضحية الصامتة مثل ما قلنا الطفل، حتى وإن ما يعني أبلغ عن الشخص اللي عنفه، خلاص احنا عرفنا إن فيه تعنيف. هني محيط المنزل نبدأ نشك. للأسف الفترة الصباحية هي أكثر فترة تصير فيها العنف، اللي هي فترة وجود الآباء في العمل وجود عدم وجود إشراف. منصور، في سؤال جاني على تويتر يقول لك هل مركز أمان له دور كبير في تبني الأطفال؟ خلينا نقول يعني أنا ما بقول تبني، لكن إذا كان الأبوين غير قادرين على تربية الابن إيش وثبت عليهم اتخاذ العنف الشديد منهج للتربية،
أنا حبيت السؤال لأنه يوضح بعد شغلة. إحنا مثل ما قلت مركز أمان ما نعمل يعني المركز ما يعمل مفرد يعني منفردا. المركز هو ينضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. عندنا مراكز شقيقة منها مركز دريمة معني بالأيتام، مركز الشفلح معني بذوي الإعاقة، مركز السيارات العالية معني بالأطفال اللي عندهم مشاكل في داخل الأسرة، بالتعاون مع الشركاء مثل سدرة. إحنا في أكثر من حالة نجتمع فريق كامل على كل حالة ونشخصها من كل النواحي. إذا الولد يحتاج مثل ما ذكر تبني اللي هي يسمونها الأسرة البديلة، إذا كان هو غير مؤتمن عليه في أسرته، مركز أمان يأخذه ويخليه عنده في دار الأمان الشامل في الإيواء المؤقت إلى ما يتم معالجته نفسيا واجتماعيا، إلى حين ما يعاد دمجه إما في أسرته أو في أسرة بديلة قريبة من أسرته. كمركز أمان معروف الأب كمركز أمان. نعم. الحين أنت تقول لي تأهيل الطفل، هل لكم دور في تأهيل الأسرة بعد في إعادة تأهيل الأسرة؟ تأهيل الطفل ما يتم بدون تأهيل الأسرة، هو يتم لجميع الأطراف وعلى جلسات قد تأخذ أسابيع شهور قد تصل لسنة وأكثر، إلا أن أنت الشخص المعنف أيضا أنت تستدعيه وتجلس معاه وتحاول تحل. لأن اللي يصير في ليش في مراكز مجتمع مدني؟ لأنها ما تبي توصلك إلى مرحلة شرطة ومحاكم ومشاكل وملفات تنفتح، تحاول تنحل في إطار أسري. هاي سبب وجودنا كمجتمع ومع الشركاء. إنزين، شلون نعلم أطفالنا؟ هاي دائما السؤال اللي كان. أنتوا ما شاء الله عليكم في أمان، أنا شفت عندكم برامج توعوية كبيرة موجهة، يمكن كنتوا في البداية متوجهين للأسر لكن الحين قمت تتوجهون للأطفال. نعم. أنا وايد لفت نظري أحد المشاريع اللي عندكم اللي مستهدفين فيها الأطفال بشكل، يمكن عندكم حملات ويمكن أشهر حملاتكم لا تلمسني. لا تلمسني. نتكلم عنها ونرويهم الروبوت. أيه؟ روبوت أمان. تفضل معي على هذه. حياك. تفضل يخليك يا من الروبوت مالك. أوكي. تكلمنا عن حملة لا تلمسني. احنا طبعا قبل كنا نوعي الوالدين بان كيف يبدون يعني يحمون ابنائهم، فشفنا افضل وسيله للتوعيه انك توصل للولد وتعلمه شلون يحمي نفسه الطفل، لان يعني اكثر مشاكل العنف الجسدي او التنمر اللي تحصل للاطفال او حتى التحرش الجنسي تحصل له لانه مو بواعي هل هذا اللي قاعد يصير له سلوك صحيح أم خاطئ. فالحملة لا تلمسني كانت تستهدف الأطفال أنفسهم بين سن 4 سنوات إلى سن خلينا نقول 15 سنة، وكانت توعيهم مباشرة بخلينا نقول اللمسات الصحيحة واللمسات الخاطئة، والولد كيف يتصرف في حالة يعني تعرض إلى سلوك غير سليم. على سبيل المثال احنا كنا نروح المدارس وما زالوا يعني يوميا الفريق يروحون المدارس يودوا معاهم هذا الروبوت. مثلا الروبوت هذا اذا 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 لمسته لمسه صحيحه في اليد مثلا راح يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام، لان انت قاعد تسلم عليه سواء بيد اليمين. لكن اذا لمسته في مكان خاطئ مثلا لا تلمسني لا تلمسني، هاي احد الامثله اللي ممكن ان نعلم فيها الطفل لا تلمسني لا تلمسني، واي مكان خاطئ بتلمسه فيه بيقول لك لا تلمسني. هذه طبعا انتم مبرمجين الروبوت. طبعا الروبوت هذا يمشي ويرجع ويكلمك وياخذ يعطي معاك طبعا حسب ما انت تحتاجه. نفس الشيء مثل هذا الموديل المانيكان، نفس الشيء المانيكان. احنا نعلم الطفل لازم ما شخص ما يمسك ملابسك وما يشدك وما يمسكك في أماكن معينة أيضا نفس الشيء، بس نعلمه على أكثر على طريقة اللبس. إيش تلبس؟ وين مفروض تقعد؟ تقعد في حضن منه وما تقعد في حضن منه؟ تتعامل مع من؟ وين يلمسك؟ لمسة اليد، لمسة الخشم، لمسة الرأس. هاي طيب نفترض أنه والله أنت تعرضت، ونكتشفه في المدارس. نعم أنا تعرضت أنه واحد لمسني كذا. زين شو أسوي؟ أبلغ. عندنا برنامج، عندنا الخط الساخن 919 هو الخط الساخن لأمان فعلا.
عندنا تطبيق اسمه ساعدني، الطفل يقدر ينزله من الجوال أو في الأيباد حتى إذا ما عنده سيم كارت، ويدخل ويبلغ على المشكلة، وطبعاً تجينا بلاغات إخطارات ولو أنها بسيطة، لكن على الأقل نتفادى المشكلة قبل لا تكبر، لأن مرات الأقران بينهم وبين بعض حتى في المدارس بينهم بعض السلوكيات اللي الخاطئة. صحيح. فالحملة هاي كانت الحمد لله يعني ناجحة، الآن للسنة الثانية على التوالي خلصنا ما شاء الله أكثر من 20,000 طفل ما شاء الله على كل مدارس الدوحة. شنو الفئات العمرية المستهدفة؟ احنا نبدأ من الأصغر، نبدأ من الروضة، من سن الروضة إلى الابتدائي الآن. في القريب إن شاء الله راح ندشنها في المدارس غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون إن شاء الله مع سدرة إن شاء الله، لأن طبعا تعرف مدارس حكومية ومدارس خاصة الأطفال من الجنسين ذكور وإناث. الله يعطيكم الصحة والعافية. نرجع بابا الحين احنا تكلمنا عن يمكن دور أمان، الحين دور سدرة ومركز حماية الطفل في سدرة للطب. المركز متى تم إنشاءه دكتور خالد؟ المركز تم إنشاءه قبل سنتين بالضبط. قبل سنتين. نعم. شنو أهدافه؟ شنو الأشياء اللي أنتم تطمحون أن توصلون لها من هالمركز هذي؟ المركز هو أكثر أنه مركز تشخيصي وعلاجي لحالات العنف هذه عند الأطفال، العنف النفسي الجسدي الإهمال والعنف الجنسي. فالحالات اللي نكون شاكين فيها اللي تم تحويلها، أو الحالات اللي تجي المستشفى ويكون شاكين نكون شاكين فيها، يتم تحويلها إلى المركز. في أخصائيين، في طبيب متخصص، وفي ممرضة اللي نسميها النيرش براكتيشنر بعد متخصصة في هذا المجال، يتم الفحص على الأطفال وأهاليهم أو يعني انترفيو مع الأهالي، ويتم تشخيصهم إذا كان في يعني شك في وجود عنف، أو إنه يكون تشخيص هذا الطفل. طبعاً المركز يعمل مع جميع جهات الدولة الموجودة اللي لها علاقة في هذا المجال، أمان، الشرطة المجتمعية، الطب الشرعي، الخدمات الاجتماعية الموجودة في المستشفى وبرا المستشفى. فيتم تشخيص الطفل وتحويله إلى الفئات اللي أو الأماكن اللي تقدم الخدمة عند هؤلاء الأطفال. طبعاً التحويلات جينا من جميع مدارس الدولة، يتم التحويلات المستشفيات الموجودة في الدولة والمرافق الحكومية الموجودة في خط ساخن، يستقبل طاقم متخصص، طاقم طبي، ويعني نشوف الأطفال، أما نشوفهم إذا كانت حالة طارئة في الطوارئ، أو أن يعني نعمل لهم موعد في العيادة ونشوفهم. إنزين شلون تقبل الأهالي مثلاً حالة جاتكم سواء في أمان أو في سدرة، لما تيون أنتوا تروحون تسألونهم؟ نعم. هل في ردة فعل أن لا أنت ليش تكلمني، ولا أنت بأي حق تقول لي، ولا؟ طبعاً الكونسبت كيف يتم التعامل معنا؟ نعم، الكونسبت نفسه جديد على المجتمع، بس عادةً لما نروح للأهالي نبين لهم إيش اللي موجود وإيش اللي إحنا شاكين فيه بالضبط. وطبعاً هذه يعني مسؤولية قانونية، يجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة، إحنا مسؤولين قانونياً، ونبين هذا للأهالي إن في إجراءات معينة على أساس نتأكد أن هذا الشيء ما صار، وإذا صار هذا الشيء على أساس أن تحويل الطفل والعائلة للأماكن الخدمات في الدولة ومساعدتهم. في تحديات طبعاً كثيرة من إحنا نواجهها مع الأسر، لأن المدارس هي أكثر جهة تحول عليكم. تحول لك، لأن طبعاً وبعدها تجي المستشفيات، لأن المدارس طبعاً تلاحظ سلوك الطفل، لبسه، أداءه، مستوى الدراسي، فعلى طول أخصائي اجتماعي يحيل المركز إنه والله عندي مشكلة في هالولد. لما نستدعي الأولياء، الأب أو الأم، طبعاً هني يقول لك ليش تتدخل وينكرون المشكلة، لأن طبعاً غالباً إما تقصير منهم أو هم متسببين فيه أو ما يبون يعترفون إن في مشكلة لولدهم. والمشاكل طبعاً قد تكون من داخل الأسرة، مثل ما قال الدكتور ممكن مشاكل حتى بين الزوجين تنعكس على الأولاد، فما يبون أسرارهم تطلع برا. بس لما يفهمون إن دورنا اجتماعي وإن البيئة فيها خصوصية وسرية وإن الملف أحسن من ما يطلع برا إطار، يتفهمون. أنا صراحة منصور بقول لك يعني أنا شهادتي فيكم مجروحة، شكرا، لكن أنا زرت المركز عندكم وشفت مدى الخصوصية ومدى الراحة
اللي انتم توفرونها للحالات، لكن انا مثلا انت ما قلت لي هاي مش حالات، هم زوار. نعم. صراحه جهد تشكرون عليه، خصوصيه في تفاني في العمل، روح العمل، الفريق اللي يشتغل معاك كله، حسستهم ان فعلا اهتمامهم بالاطفال او بالحالات اللي موجوده عندهم كانهم يهتمون واحد من اسرتهم. نعم. انا يمكن في سؤال امس كنت قاعد اتكلم مع الجماعه، فكان في سؤال انطرح في جلسه كذي، طيب لو انا شفت طفل قاعد يعنف، جاري قاعد يعنف طفله، شفت مدرس قاعد يعنف طفل، ابلغ مين؟ ما هذا دور المسؤوليه المجتمعيه، يعني احنا هي تكامل ادوار. يعني بس هو مش لازم يقول لك مثلا الحين انا ماشي في الشارع شفت واحد قاعد يعني، شو اللي اقدر اسوي؟ انت تبلغ مركز امان 919 اي نعم. احنا لا، احنا ما نبلغ اصلا الجهل او اسره الطفل من وين جانا البلاغ. حتى لما المدرسه تحيل لنا الطفل مو بشرط نوضح له ان المدرسه اللي بلغتنا، يعني وكثير من الاباء اللي يبي يعرف من اللي بلغ او من اللي شخص حال الطفل، احنا ما نبلغ. في فيديو ابي اختم فيه. نعم. لا علاقة بصدرة، خلنا نشوف الفيديو ونرجع ونختم. آسف آسف، فأنا متهور وايد، أحاول بكل جهدي أن لا أقع في الخطأ، ولكني غبي لا أستوعب. آسف على كل ما بدر مني، سأحاول أن أكون هادئ ولا أغضبك، راح أحاول بكل طاقتي بأن لا أزعجك. أوعدك بأن لن أكرر أخطائي حتى تكون راضي عني، ولا تضربني. أتمنى أن لا تخبر أحد بأني غبي. أرجوك أن لا تعتبرني سيء. في نهاية حلقتنا يا جماعة، طبعاً أشكر، أدري إن إحنا لو بنقعد بعد نتكلم ساعات وساعات، الموضوع جداً كبير ويحتاج خلينا نقول تفاعل أكثر من المجتمع، محتاج إن إحنا كمجتمع نوعى أكثر لهالمشكلة. طبعاً أنا في نهاية الحلقة أشكر أخوي أستاذ منصور سعدي المدير التنفيذي لمركز أمان، أخوي دكتور خالد بن حمد الأنصاري استشاري أول طب طوارئ الأطفال ورئيس أقسام طوارئ الأطفال في مؤسسة حمد الطبية وصدر الطب ورئيس مركز حماية الطفل في سدرة، أشكركم جزيلا على وجودكم. وفي نهاية الحلقة يا جماعة، إحنا ما قاعدين نلومكم، إحنا ما قاعدين نقول لكم لا تعنفون عيالكم، ما قاعدين نقول لكم لا تربونهم، لكن حطوا في بالكم ان هذيل هم عماد المستقبل، هم اللي راح يشلون البلد. لو انشأوا نشأة صحيحة، نشأة نفسية صحيحة، نشأة تربوية صحيحة، راح ننهض بالبلد. خلوا بالكم على عيالكم، حبوهم بشكل صح عشان يحبونكم ويحبون عيالهم بشكل صح، تربيتكم لهم بطريقة صحيحة، بطريقة فيها شدة لكن ما فيها عنف، في فرق ما بين الشدة والعنف، بالعكس احنا نكون شديدين لكن ما نكون عنيفين على عيالنا، راح تثمر في خروج جيل قادر على تنشئة جيل أفضل وأفضل في سبيل رفعة وعزة البلاد. تصبحون على خير ونشوفكم الأسبوع الجاي.